الويدث بتاعها يتعدل في الريسايزنج، وخليتها تحصل قبل الفيكس ويدث. الفيكس ويدث دي اللي بتعمل ايه لو تفتكروا؟ الايتم بيجيب الايتم ويدث، تمام؟ بعدين بيضربها في عدد الايتمز عشان يجيب ويدث الايتمز كلهم، وبيدي للبانر الويدث بتاعهم عشان ما يحصلش المشكله دي. ما يحصلش مشكله مثلا لو تفتكروا في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات، كنا عايزين يكون في زي شريط كده، هوريه لكم هنا اهو. الشريط اللي هو البانر ده هو ده اللي بيمشي، او لو تفتكروا كنت شرحها لكم بالطريقه دي. الشريط العريض ده المفروض يكون بويتس الايتمز كلها اهو، تمام. انا عارف الموضوع لف شويه، بس محتاجين بس وانتوا بتشوفوا الفيديو تركزوا، تجيبوا كوبايه شاي جنبيكوا، كوبايه نسكافيه، قهوه، يعني اي الحاجه اللي بتخليكم تركزوا كده، عشان الفيديو ده فيها لف ودوران شوية، تمام. محتاجين بقى حاجة أخيرة عشان نقفل الموضوع ده، نقفل مع سلايدر وتكون الدنيا تمام. عايزين لما نصغر في شاشة زي كده، عايز يكون في تو ايتمز بس، تو ايتمز بس في السلايد. فأنا محتاج ساعتها أغير الأكتيف سلايدز، بعد ما هي تلاتة أخليها اتنين. فازاي لو غيرت اكتف سلايدز هنا هيحصل لي مشاكل هنا، ان انا قايل ان ناس الاكتف سلايدز بيساوي 3. جميل. فهنا انا هحتاج نعمل فاريبل تاني اسمه سلايدز تو شو، عدد السلايدز اللي انا عايزها تظهر. يعني هيكون عندي تو فاريبلز، واحد للسلايدز اللي انا عايزها تظهر، ده فاريبل على جنب، تمام. وفاريبل تاني للسلايدز اللي باينه بالفعل، السلايدز اللي باينه بالفعل هخليها تساوي سلايدز تو شو، ده الديفولت بتاعها. وهنا لما كنت باجي اقارن كنت بكتب 3 بايدي، لا انا عايزها تيجي من الفاريبل ده، تمام. فبالتالي خليت الموضوع بشكل دايناميك شويه، الاكتف سلايدز لو بتساوي السلايدز اللي المفروض تظهر. طب ده هيفيدنا في ايه؟ ده هيفيدنا ان لو انا غيرت سلايدز تو شو ديت في اي وقت من الاوقات، فهيأثر مع هي هيظبط معايا هنا، بدل ما كنت حاطط ثلاثه كده بقى ثلاثه بايدي، لا هو الموضوع هيتغير هنا. فايه اللي هيحصل هنا بقى؟ انا عايزه هنا في الويندو سايز بقى، عايز وهنا كمان انا كمان هقول له بدل ما كنت بقسمها على اكتف سلايدز، انا هقسمها على سلايدز تو شو. وهنا نفس الكلام. قبل بقى ما يعمل الكلام ده كله هعمل كام كونديشن كده، هقول له اف ويندو دوت ويدث أصغر من أو يساوي 991، لو 991 أو أصغر خلي سلايدز تو شو بتساوي 2، إلس خليها بتلاتة. لو الويندو ويدث أصغر من 991 هخليها 2، لو عكس كده خليها بتلاتة. نشوف مع بعض. يعني إحنا أكبر من 991، أكبر من 991 أهو، تلاتة. أول ما يصغر بقت 2 اهو، وماشي معايا عادي، ما اثرش معايا في اي حاجه. ليه؟ لان انا خليتها بفاريبل، الفاريبل ده اتغير فاتابديت هنا على طول تلقائي، تمام. جميل. وعايز ازود واحده كمان في الشاشات الصغيره خالص، هنا في الشاشات دي، تمام. من اول 767 عايز الويدث يكون عايز يظهر مثلا ايتم واحدة، او مثلا هنا عايزين نحل المشكلة دي. المشكلة دي بتحصل ليه؟ نشوف مع بعض. فين ده البانر؟ بانر المفروض سالب 1200، فهمت. هنا ويدث البانر بيختلف، لكن الليفت ما بيختلفش، تمام.
تمام، عايزين بقى نخلي الليفت كمان مش بالارقام، عايزين نخليها بشكل جينيريك شوية عشان ما يحصلش المشكلة دي ان هو بيروح ويجي معايا. تمام، عشان لو تاخدتوا بالكم الويتس والليفت، الليفت بيكون رقم ثابت بس الويتس بيختلف معايا. جميل، هنعمل ايه يا محمود؟ هنعمل ايه؟ تعالوا بينا. ماشي، هنعمل فانكشن بتحسب الليفت هيكون عامل ازاي. نعمل فانكشن، نعمل كالك ليفت او ليفت كالك اللي هي كالكوليت الليفت. تمام، هنقول هنا عايزين بقى ما نمشيهاش ما نحسبهاش بالليفت كده، عايزين نحسبها بالايتمز. نعملها ازاي؟ خلينا نشوف هنعملها ازاي. سلايس تو شو 3. ماشي، موضوع محتاج شوية تركيز وأنا بدأت أفصل، بس نحاول نركز مع بعض. تمام، خلينا نفكر مع بعض بالراحة كده عشان ما نتوهش. دلوقتي احنا عندنا 3 ظاهرين، 3 ظاهرين ماشي، اللي هو الاكتف سلايدز. الاكتف سلايدز هنا بتزيد في النكست، الاكتف سلايدز بتزيد 1 وبتنقص 1 في الليفت، فاحنا محتاجين تمام. ماشي، هنغير شوية فكرة الأكتف سلايدز دي. هنخلي دي ماشي ماشية زي ما هي، بس هنعمل فاريبل تاني نشوف احنا مشينا كام واحد. تمام، تمام. نعمل فاريبل تاني هنا، نخليه مع اخواته هنا اللي فوق تحت الليفت. for item move تساوي صفر، صفر هو لسه في الاول. تمام، ماشي. الايتم موف هي في الطبيعة صفر، اول ما ادوس next الايتم موف هتزيد 1 والليفت هيتساوي الايتم ويتس في الايتم موف على حسب الايتم موف قد ايه هيضربها في عدد الويتس. تمام، فهيبقى سالب الكلام ده. تمام، نفس الكلام هيحصل هنا، الايتم موف موف هتنقص 1 والليفت هيساوي الايتم موف، الايتم ويتس في الايتم موف اللي هو كام ايتم اتعمل مشي فيه، وبالتالي في ال هنا هنقول في الفانكشن دي بقى عشان نطبق الكلام ده بشكل جينيريك شوية، عشان بشكل يعني دايناميك شوية ما يقعدش نكرر الكود كل شوية. فالليفت كالكوليشن دوت هي ريتيرن الحسبة دي. جميل، فهنقول هنا سالب الحسبة اللي هترجع من هنا، لا هنا البريفيس، لا مش سالب، والنكست هيكون سالب الحسبة اللي هتطلع هنا. تمام، ونطلع دي فوق شوية قبل الريسايز عشان عايزين الكلام ده كمان يحصل في الريسايز قبل الفيكس ويتس، قبل الفيكس ويتس.
عشان ما حصلش المشكلة اللي كانت بتحصل هنا دي. حاجة أخيرة، حاجة أخيرة برضو نفس الكلام للويند ويدث ديت، عشان عايزينها تحصل برضو قبل الريسايز، عشان لو حصل أي حاجة. هنقول function fix window width أو responsive slides، هنطبق فيها الكلام ده responsive slides، وهنطبق نفس الفانكشن دي تحتنا. نشوف مع بعض العك اللي احنا عملنا ده. ايوه اهو المشكلة اتحلت. مين اهو المشكلة اتحلت، مبقاش في المشكلة اللي ياها، بس في مشكلة تانية هنا اعتقد في الحسبة بتاعت الويتس. نشوف مع بعض 283، وهنا السلايدر كله 850. نشوف مع بعض 850 المفروض على 3 283. طب ايه اللي خلاك 280؟ ميتين تلاتة، اه ما هو 283 اهو. امال ايه المشكلة؟ 283، ولا تقول لي بقى البكسلات دي هي اللي فرقت معاك؟ ساعتها بقى هضربك. لسه المشكلة موجودة، فمحتاجين ايه بقى؟ الـ item width lift calculation slider items slider adopt outer width بتاعها كذا، فاحنا عايزين الـ item width fix width. تمام. فالـ item width، فساعتها بقى هنا هقول لكم ايه اللي حصل. فالمفروض الـ item width دي تتابديت قبل ما الـ fix width ده يحصل، او بمعنى ادق قبل ما الكالكوليت ده يحصل. فالمفروض الكالكوليت ده يحصل بعد الفيكس مش قبليها، عشان يكون الليفت اتابديتد هنا. واخدين بالكم؟ الفيكس هيحصل هيابديت الايتم ويتس، بعدين الكالك يحصل يابديت الكلام ده. شوف اهو فعلا الموضوع اتحل. نتاكد مع بعض. طب متاكد تاني ان عشان ما حصلش مشكلة ياها برضو لسه ما تحلتش. ليه بقى ما تحلتش؟ نشوف الويتس بتابديت، الليفت مش بيتابديت. ليفت كالك ايه ده؟ صحيح انا اللي غلطان، ماشي ده الغلط من عندي انا. مفروض الليفت كالك يعني اللي انا عملته غلط هنا صح، بس في حاجه انا ناسيها. اللي ناسيه المفروض الليفت كالكوليشن هنا ياخده بقى لل يحط في السي اس اس، يتحط في السي اس اس بقى. ما يعني هو كده يعني ماشي، هو بيحسبها بس هيحطها فين بقى بعد الحساب؟ ما ينفعش. فبالتالي أحتاج